ولتعلم أن أي فعل ينسب إلى الله عز وجل فإنه فعل مبني على حكمة، فليس فعله جل وعلا كفعل المخلوقين، يفعل المخلوق الشيء من غير حكمة. أما الخالق عز وجل فإن أفعاله كلها مبنية على الحكمة، ولذا قال تعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تتمة الآية: إن الله كان عليما حكيما، ففعله مبني على علم وعلى حكمة.